السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم عن فوائد وعن أضرار والوجبات المهمة وأي توقيت للشوفان. زي ما احنا عارفين إن الشوفان من الحبوب اللي بتحتوي على قيمة غذائية وفوائد كتيرة جدا، زي الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف ومغذيات أخرى كتيرة جدا. فوائد الشوفان لا تحصى ولا تعد، ولكن لكل فايدة ضرر. النهاردة ان شاء الله هنقول معاكم الفوائد والاضرار وكمان الوجبة الاساسية. ولكن عزيزي المشاهد، لو اول مرة بتزور القناة فضلا منك وليس عملا، قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبك. ده شوفان مطحون، تقدر طبعا ان انت تستخدميه في وصفات كتير للبشرة، وسبق وانا نزلتها معاكم. اول حاجة لو اتكلمنا عن فوائد الشوفان، فهو الشوفان بيساعد على الحفاظ على معدل الكوليسترول في الدم، كمان بيعالج الامساك وبيسهل عملية الهضم، يعتبر من المغذيات الطبيعية للبشرة، بيعالج حالات الاكتئاب، بيساعد على تخفيف الوزن للناس اللي هي طبعا بتعمل على حمية معينة او بتتبع نظام غذائي معين اثناء الرجيم. الشوفان يعتبر وجبة غذائية كاملة، بتساعد كمان على الانقاص، يعتبر مصدر طبيعي لكسب الكالسيوم والمغنيسيوم، ما بيحتويش على سرعات حرارية عالية وده حاجة اساسية، يعتبر وجبة افطار غنية بالمعادن والفيتامينات، بيقينا من اصابة بامراض السرطانات بشكل او باخر يعني مختلف انواعها. كمان بيعتبر الشوفان احد الوسائل للسيطرة على الغضب، الناس اللي دايما بتبقى عندها سرعة غضب، الناس بتتعصب بسرعة، لان في مهدئات للاعصاب جيدة. الشوفان كمان واحد من افضل المصادر اللي ممكن من خلالها تعتبر مواد الهامة على اللي بتزبط مستوى الكوليسترول الضار. تعرفين ان في كوليسترول نافع وفي كوليسترول ضار، الشوفان بيعمل لك على الحفاظ على مستوى الكوليسترول النافع في الدم، فبالتالي الناس مش هتشتكي من امراض القلب، من امراض الشرايين. الشوفان كشوفان ممتاز، ولكن ليه اضرار. هنتكلم الاول على الفوائد والاضرار، وهنتكلم ازاي ان احنا نقدر نستخدمه. الضرر اللي معانا النهارده للشوفان انه الاستهلاك فيه، وانا هقول لك ازاي انه طبعا تقدر تاكليه او المعدل اللي تاكليه وطريقه تحضيره. كمان الافراط في تناوله ممكن يعمل لك عسر هضم، ممكن يعمل لك انتفاخ، ممكن كمان يعمل لك اسهال او يعمل لك تقلصات في المعده. زي ما احنا عارفين ان الشوفان بنكهات كتير، بس دايما احرص ان انت تجيب النكهه الساده اللي بتكون حبوب فقط، لان النكهات الملونه بتضيف لها طبعا سكر صناعي، حاجات صناعيه، فاحنا عايزين دايما ان احنا ناخد الشوفان كشوفان اساسي من غير ما يكون داخل له اي حاجات صناعيه. كمان الشوفان يعتبر بيخلص الجسم من الفضلات والماء المحتبسه في الاطراف، كمان بينشط الكبد والكلى، بيعمل على ادرار البول، بيخفف الوزن، بينظم مستوى السكر في الدم. لو اتكلمنا طريقه التحضير او ايه هي الوجبه الانسب من الشوفان، امتى بتكون اي وقت انا اقدر اكل فيه الشوفان عشان يكون كل العناصر الغذائيه مكتمله فيه وانا استفاد بيها. اول حاجه بيكون وجبه الغداء، الوجبه الانسب هي وجبه طبعا الغداء. ممكن جدا ان انت تحضري كوب من الحليب مع معلقه صغيره من العسل النحل، واضافه طبعا الى الشوفان بالتقطع. ممكن لو انت عندك زبيب، لو عندك توت، لو عندك اي حاجه فواكه مجففه ضيفي ليها، لو عندك موس كمان ضيفي ليها، مفيش اي مشكله، وبتقدري ان انت تعملي الخليط وتاكليه. وجبه الغداء كويسه جدا جدا، اهم حاجه اما تحبوا تستخدموا تشربوا اعشاب، تستخدموا نوع معين من الحبوب، تستخدموا نوع معين من الفاكهه، ما تصرفيش او تفرطي في اكله، لان الافراط في الاكل ممكن يجي لك نتيجه عكسيه. فيديو بسيط وخفيف، ان شاء الله اكون قدرت اوفيكم. ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.